بطريرك غرغوريوس الثالث لحام بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك في العالم أجمع. أنتم هذه مبتدأ، يعني الله هو البداية والنهاية، وهو يعطينا أن نأتي إلى هذه الحياة كبداية، ولكن لكي ما نعمل في هذه الحياة ما يريد الله منا عندما خلقنا. كما كنا صغار نتعلم تعليم مسيحي نقول لماذا خلقنا الله، فنجيب لما تعلمنا صغارا لكي نحبه ونعرفه ونعرف ونحب الآخرين. فإن شاء الله هذه الأعياد تكون تقارب بين جميع المصريين من كل الطوائف، وأيضا تكون رسالة من تصل إلى العالم، رسالة سلام ومحبة. يا أختي هذه الأحداث هي أحداث محددة، ولكن تاريخ هذا الذي يجب أن يكون درسا لنا للمستقبل. تاريخنا في بلاد المصرية في بلاد العربية عموما، ما رغم ما كان هناك من مشاكل عشنا مع بعضنا 1437 سنة بطريقة لا بأس فيها. في بلاد أخرى صار في حروب 130 سنة، أما نحن ما عندنا حروب، عندنا مشاكل، وهذا يحدث أيضا في البيت الواحد. فإن شاء الله هذه العائلة الواحدة المصرية الكبيرة والبيت المصري الواحد يبقى حقيقة موحدا بالرغم من المشاكل هناك ومن موجات التكفير، ما إليه كل هذه عابرة، تبقى المحبة وتبقى مصر المحبة.